تمكنت قوات حرس الحدود من اكتشاف وتدمير 4 فتحات لأنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أن القوات تمكنت خلال الفترة من 16 من يناير الماضي وحتى 12 من الشهر الجاري من ضبط أكثر من 2700 فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية.